أنا عارف أنت وين تبي توصل معك. لا ما تعرف ما بتعرف. لا لا أنا خجلان لك. من دينك يا شيخ مسلم زايد صح؟ لا ما أخجل الحمد لا لله. خجلان. إذا مو خجلان ولا أخجل. إذا مو أنا أقول لك إذا مو خجلان على فكرة إذا مو خجلان وإذا ما جاوب إذا لحظة إذا مو خجلان إذا مو خجلان أعطني الحكم الواضح في ذلك لا تلف وتدور. يقتل يا أخي يقتل يقتل يستتاب وإذا ما استتاب وما رجع يقتل. رائع جدا. حتى لو كان ابنك حتى لو كان أبوي. لا لو ابنك ابنك الآن وصل إلى هذا الحال المفروض أنه يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي دخل لو فاطمة بنت محمد صارت حتى لو خطأ. ابنك يا شيخ زايد نعم هل أنت مع أن الدولة الإسلامية تقتل ابنك لأنه لا يؤمن بالصلاة؟ نعم. ولو بنتك؟ والله العظيم نعم.